سيناريو 2023 بيتكرر تاني، والأرض قدام أزمة ضخمة وممكن في أي وقت الحياة تنتهي تماماً. وال48 ساعة الجايين هيحصل فيهم كوارث غير مسبوقة، والعالم كله هيكون على حافة الهاوية. تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل بعد آخر زلزال توقعه. يا ترى إيه اللي توقعه خلال الساعات اللي جاية، ومدى الخطورة على الأرض والبشر؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. من وقت ظهور العالم الهولندي فرانك هوجربتس وكثير من تنبؤاته عن الزلازل بتحصل بمجرد بس إعلانه، وعلى الرغم من عدم اقتناع البعض بنظرياته في ربط الكوارث الطبيعية بالفلك وحركة الكواكب، إلا إن في عدد كبير بيستنوا تنبؤاته ومتابعينه أول بأول. كان آخر تنبؤاته حصلت بالفعل لما صحي سكان منطقة كامبي من نابولي الإيطالية على كارثة غير مسبوقة، لأنهم اتعرضوا ل 49 هزة ضربت المكان عشان تخلق مشاهد من الرعب على وجوه المواطنين. وده الحدث اللي سبق وحذر منه هوجربتس وعلق على الكارثة بتنبؤات مرعبة. ايه بقى اللي كان قاله؟ عالم الزلازل الهولندي فرانك اشار لنجاح توقعه عن الهزات الارضية اللي ضربت ايطاليا، حذر كمان من ال 48 ساعة الجايين، وقال ان اللي هيحصل اقتران مهم في 22 و23 مايو وممكن يؤدي لنشاط زلزال ضخم، وده بعد ما اعاد نشر التوعية اللي تنبأ بيها بزلزال هيحصل يوم 17 و18 مايو، لكنه أكد إن اللي جاي هيكون أصعب بكتير. هوجربتس قال في مقطع فيديو سابق لي على يوتيوب إن الأسبوع الأخير من شهر مايو بيعتبر حرج بالنسبة لهندسة الكواكب، وبشكل خاص خلال يومي 22 و23 مايو. قال إن العالم ممكن يشهد زلازل عنيفة، لكنه محددش المرة دي مناطق وقوع الزلازل دي، وقال إنه ما يعرفش الأماكن تحديداً. كان المعهد الوطني للجيوفيزيا والبراكين أعلن تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة على عمق 2.5 كيلومتر قريب من مدينة نابولي جنوب إيطاليا. ضربت المنطقة هزة أرضية تانية قوتها 3.5 درجة، وحصل بعدها عشرات الهزات الارتدادية وصلت ل 49 هزة، وبسببها حصل بعض التشققات وتساقط بعض المنحدرات. رئيس بلدية المدينة ليوجي مانسوني قال إن المدارس هتفضل مقفولة لمدة أسبوع مع فتح مراكز لجوء ونصب الخيام لاستقبال السكان المتضررين. قال المعهد الوطني للجيوفيزيا والبراكين إن سلسلة الهزات الأرضية دي تعتبر هي الأقوى خلال الأربعين سنة اللي فاتوا. الغريب إن رغم النجاح العالمي الهولندي في توقع عدد كبير من الزلازل والتحذير منها قبلها بأيام قليلة، إلا إن كل العلماء بيعرضوا نظريته وبيأكدوا إن ملهاش أي أساس علمي، وإن مفيش أي علاقة بتجمع بين هندسة الكواكب واقترانها ببعضها والحركة الزلزالية على الأرض. ورغم التقدم العلمي اللي شهده العالم ووجود آليات بتتنبأ بالكوارث الطبيعية، إلا إن مفيش أي طريقة لتوقع حدوث الزلازل بحسب العلماء